عشر الخاص للبكار شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الأعزاء ينطلق الشوط الثالث عشر الخاص للبكار نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس الله يا الأسماء والشعارات نبدأ بعد المراكز والانطلاق المركز الأول والصدارة ننطلق هنا مع حربة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل عبد الرحمن ثاني على المركز الأول والصدارة ثاني المراكز وثاني الانطلاق هنا شعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية على المركز الثاني وفي ثالث المراكز هناك قصايب شعار هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري وفي رابع المراكز ورابع الانطلاق هناك من الجانب الآخر لم تتضح لنا الرؤية وخامس المراكز منطلقة هنا زاهية لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء ونعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة المركز الأول أعود هنا مع حربة حربة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل عبد الرحمن ثاني مسفر بن علي السناري في عملية التضمير ثاني المراكز وثاني الانطلاق هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية هنا في عملية التضمير وفي ثالث المراكز وصلت هنا المنطلقة ثالث ثاني المراكز سوف تأتينا المعلومة على ثاني المراكز ثالث المراكز هنا هجن الشحانية محمد بن خالد العطية وفي خامس رابع المراكز غصايب جابر بن سالم بن فاران المري مع هجن الشحانية وخامس المراكز سلام هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري مشاهدينا متابعينا الأعزاء ونعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة أعود إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول هنا غير وانطلقت سلام بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري وفي ثاني المراكز شعار سعادة الشيخ عبد الرحمن وفي ثالث المراكز وثالث الانطلاق قادمة هنا هجن الشحانية مع قصايب جابر بن سالم بن فاران المري ورابع المراكز ورابع الانطلاق قادمة الزاهية بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري وفي خامس المراكز منطلقة هنا ومنطلقة بنت الشقب لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك عبد الرحمن ثاني مسفر بن محمد آل حميد ولكن أعود مع المركز الأول ومع الصدارة الله يا المركز الأول والتحدي الأول أعود هنا مع شعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن مبارك آل ثاني هنا أو ناصر بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني بنت الشقب تنطلق على التحدي الأول مسفر بن مبارك الجربوعي ولكن غيرت الزاهية هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري ولكن الله شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد الثاني والمدهوشي في عملية التضمير الله 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 تهانينا والناموس الشعار الغرفاوي تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فيصل بن حمد الثاني وعامر المدهوشي في عملية التضمير سلام الشعار الغرفاوي سلام تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فيصل بن حمد الثاني ونهني عامر المدهوشي ثاني المراكز اتت هنا قصايب بشعار هجن الشحانية وفي ثالث المراكز بنت الشقب بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك عبد الرحمن الثاني وفي رابع المراكز رابع المراكز رابع المراكز نحيلها الى لجنة الخط والتحكيم وخامس المراكز خامس المراكز اتت الزاهية بشعار هجن الشحانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي التحديات والمنافسات واتت هنا
بنت الشقب بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن فيصل بن حمد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني توقيت الزمني 4:18 واربع اجزاء من الثانية. نهني عامر المدهوشي ثاني المراكز اتت هنا قصايب بشعار هجن الشحاني 4:20 تسعة اجزاء من الثانية. ثالث المراكز ايضا اتت بنت الشقب لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك على عبد الرحمن الثاني توقيت زمني 4:21 وجزئين من الثانية. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.